طيب دي حالة عجيبة عديل كده، يعني التجار ده اللي بيبالغوا عديل كده، قلم البيك بعشر جنيه. حاجة عجيبة يا أخي، كل يومين الجريدة سعرها زايد، يعني شنو بطل قراءة الجرايد؟ الله الله، حق الواحد بعد كده يقراها في النت. نرجع للصحف الإلكترونية. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. دي الحاجات يا حجة، ما عدا الزيت والبصل والصلصة، لأنه القروش قصرت. قصرت؟ ليه تقصر؟ قبالي يومين مش أنا اديتك نفس القروش مشي جبت لي بها الحاجات وفضل كمان منها باقي اديتني ليو؟ يا أمي بصراحة كده كده بتحسسيني ده عدم صيغة فيني، وزي الآن قاعد أقوم بالباقي ده. يا ياسر، أمي ما قصدها حاجة، هي بس ما قادر تفهم لك حتة إن الأسعار بقت زايدة والتجار شغل لك الدولار زاد الدولار نقص. نفسي أعرف إنه حاجة بنزرع فيه وطاطنا، دخل الدولار شنو في الموضوع ده؟ كده عليك الله، خليني من الندوة الاقتصادية بتاعتكم، أمشي جيب لي الزيت والبصل والصلصة. هسه بيكوا سعرهم بكم؟ ده قبل ما أجيكم ولا بعد ما أجيكم؟ دي زرافة يعني ولا شنو؟ دي غزالة يا أمي. ورد، أمشي كم شي. يا أخ داسي يقروا كيف يا أخ؟ والله يا فارس عامل زي الدفتر بتاع الدين بتاع الدكان. والله يا مجدي ما بيدي، أنا ذاتي كل يوم بتفاجأ بسعر جديد والأسعار كل يوم زايدة، وده اللي بيخليني أنا أزيد في السعر غاية ربنا يكون في العون. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله تعالى وبركاته. اسمعني، ماشي بيتنا؟ ماشي بيتكم؟ ايه. ضمان ود عمك يعني ولا شنو؟ لا ما يعني ماشي اخر محطه خلاص. وين في اخر محطه؟ شفت اخر محطه لما اتصلت بعد المظله؟ اول شارع خليه، ثاني شارع جنب دكان عمك علي الفاتح كذا. اه كويس، ما في مشكله، تفضل. ايوه تفضل. ساي مجامله، حتوديني بكم؟ اوديك ب 30. ليه 30؟ انا يوم طوالي بجي هنا بركب ب 15 يا زول. 20. 30 يا باشا اخر كلام. ليه انت 30 مقفله كده؟ اخر كلام مقطع عليه. انت ما سمعت بزياده البنزين والزيت والزبيرات دي كلها؟ ما سمعت. الزيت دخلوا في الركشه شنو يا اخو؟ زيت حله ما زيت مكنه يا اخي، على كلامك ما تكتر كلامك. بعد زرافتك دي خلاص اختصر، بتديني بكم؟ 30 اخر كلام. عندك ما عندك يتفكفك يا باشا. اخر كلام عندك ما عندك يتفكفك؟ يتفكفك هاي ما عندك بتفكفك. معناها مفترض كل يوم نعمل ميزانية جديدة نجاري بها السوق اللي بقى ما ثابت ده. لازم أنا ووليد نزيد مساهمتنا الشهرية في مصاريف البيت. ما دام اللحمة زادت أنا لازم أزيد طلب الكباب 5 جنيه، بس الخمسة دي فيها بصل وزيت. لا 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 لا، أنا أزيد كم طيب مع الزيادات دي؟ انت ما سمعت بزياده البنزين والزيت والزبيرات دي كلها؟ زيت دخلوا في الركشه شنو يا اخي؟ وزيت زيت مكنه، زيت حله ما زيت مكنه. ما هو لازم يكون في حل نطفي به نار السوق المولع دي. بس كيف يا عدلان؟ بعد الغداء امشي اشوف الشاي للاجتماع ده، بعد ذاك امشي اشوف مراسيل اللبن لشاي المغرب. يا سلام يا اخي، الله يسامي يدي يضاها الطعام. خلاص هسه لو زادوني من الاكل ده تاني ماله؟ معلش يا اخي بتضر مرمس، انا اكل. هو في ذلك قاعد ياكل غيرك؟ انا دي مقهيه كيفين؟ اسمعوا هنا، قرار رقم 117، اي زول يمنع منعا باتا من السنحان اثناء الاكل. القرار ده العمل مين؟ عملت هنا ذا التقايل براكل بسيغة واني. أنا حقوق أن أقوله بسم الله.
الليلة يا اخواننا اجتماعنا ده بخصوص الاسعار. الاسعار بقت نار. بقيت شايل هم الموظف المرتب بيبقى ما بيقدر يشيله لنفسه، خليك من انه يكفي معه اسرته او عائلته. العامل عمل اليومية بلقط رزقه اليوم باليوم. انا خايف يوم من الايام يجي قروشنا دي نكون شايلينها كده ما نقدر نعمل بها اي شيء. عدلان اخوي، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه. الحال اخواننا في الواطة دي، احنا ناس عندنا ارض ان زرعنا فيها زول يقوم. طيب انا اكون دار تحل مشكله الازمه دي بزرعتك الزرعت هذه؟ هاي ما هي ما زرعتي براها، يعني مثلا انا ازرع بطاطس، جارنا احمد عبد المنعم يزرع بامبي، جارنا بهناك يزرع عجور، وكل زول يشيل من ده ويدي ده، يشيل من ده وده يدي ده وده يدي ده كده يا اخواننا في زول بيمشوا للاخدري. ممتاز يا الفاضل. عارف 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 فكرتك دي لازم تتنفس. عشان كدي الزول اخواننا لما نزرع، انا بدأت في الحاجة دي، الزول اخواننا لما نزرع يزرع له حاجة يعني شجرة تكون مفيدة ومثمرة، مش الواحد يزرع في شجرة لا ظل لا ثمرة يقعد يعمل لها يوم قطعية يوم حلاقة شنو ما بعرفه كدي، يعني تزرع لك جوافة مانجا ليمون حاجة زي دي كدي. ايوه بالطريقة دي احنا بنكون حلينا مشكلة الخضار والفواكه، فضلت لنا مشكلة السكر والرغيف. اها عايزكم تجتهدوا زي ما الفاضل اجتهد وتشوفوا لنا حل لهذه المشكلة، مشكلة الرغيف والسكر. العوض زي ما الفاضل اجتهد، سمعت والله اسمعه لك. خلاص تقوموا من هنا كلكم وتجتهدوا، تلفوا على كل الجيران وتطرحوا لهم فكرة الزراعة في المنازل. ها ويا حبذا لو جونا تشربوا معانا شاي المغربية هنا. مفهوم؟ مفهوم مفهوم مفهوم. عزمنا زراعة وصناعة قلت شغل عجور طيبة لحياة طيبة.